وبين أيدينا رسالة عظيمة جدا في الحج لإمام من أئمة المسلمين وعالم من أعلام الأمة، ألا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألفها في وقت مبكر من عمره رحمه الله، وطبعت في حياته طبعات كثيرة جدا، مئات الطبعات، مئات الآلاف من الطبعات، وترجمت إلى الكثير من اللغات. وكان رحمه الله يعتبر هذا الكتاب من أحب كتبه إلى قلبه لما رآه في حياته من عظيم النفع والخير الذي أجراه الله ويسره بهذا الكتاب العظيم المبارك. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على محدثكم أن هذا الكتاب كان بيده من صغره، وقرأته في الحج مرات وكرات، وفي التنقل من مشعر إلى مشعر يكون بيدي هذا الكتاب أقرأ، وأنا أستقبل كل عمل. إذا كنا في عرفة قرأت فيه ما يتعلق بعرفة، وإذا انطلقنا إلى مزدلفة قرأت ما يتعلق بها، وإذا انتقلنا إلى منى يوم النحر قرأت أعمال ذلك اليوم، وهكذا. والشيخ رحمه الله لما ألفه قال: ألفته لنفسي ولمن يقرأه أو يطلع عليه من المسلمين. قال: ألفته لنفسي، حتى وإن كان المرء عنده علم يحتاج إلى مثل هذا الكتاب يراجع ويتأمل ويستذكر المسائل ويستفيد من هذا الكتاب المبارك. وإذا كان هذا الكتاب كما نقل عن مؤلفه أنه رحمه الله أحب كتبه إلى قلبه، فهو أيضا كتاب حبيب إلى قلبي، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن نفعني بهذا الكتاب نفعا عظيما، استفدت منه فوائد جليلة. فرحم الله الشيخ وجزاه خير الجزاء، ولقاه على هذا الإحسان الحسنى وزيادة. وقد قال والدي الكريم في منسكه حفظه الله وجزاه خيرا، قال عن هذا الكتاب، قال: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات، وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم. فالحاصل أن هذه الرسالة عظيمة النفع، كبيرة الفائدة، جدير بالمسلم أن تكون بيده في تنقلاته وبين يدي أعمال الحج، حتى تقع منه أعمال الحج على السداد والإصابة والموافقة للسنة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.